دكتور، ذكرت بحديثك الفنانة الراحلة الله يرحمها، الله يرحمها، أمل طه. أنت رافقتها في الحياة العلنية والشخصية. أي نعم. إلى أن رحلت، أخت عزيزة والله. تتذكر من أمل طه؟ والله أتذكر كل الخير. يعني أولا فنانة كبيرة مثقفة، تعلمت منها الكثير، مثل ما تعلمت أيضا من الفنان الراحل راسم الجميلي. ذولي الناس عندهم خبرة. نعم. والجانب الإنساني كبير عندهم، بس أنتم ما تعرفونه، يعني ما ظاهر لكم. يعني إحنا كنا خارج الكاميرا أقرب. كانت يعني أخت عزيزة، تجينا بفرحنا وأحزاننا وتبات عندنا بالبيت، ويعني وحتى ملاحظة تأخذ من عندي قد ما أنا استفيد منها كمعلومات. أي. الملاحظة الفنية تستشيرني بها، تسمع للنصيحة، تسمع النصيحة وتسمع. أي. المفارقة، لأن هي كانت مؤمنة بقدراتي يعني. أي. فعملنا فترة طويلة جدا ومن المراحل الحلوة، بس تعرفين إنه الإنسان يعني معرض للأقدار، الأمراض، وبالتالي إنه ردنا يعني تقاوم أكثر، لكن قدر رب العالمين سبحان الله يعني ما منحها يعني فترة طويلة، وتأذت بسبب الجلطات والإهمال والحالة النفسية أيضا يعني. الله يرحمها، الله يرحمها، ذكر طيب يعني. آمين يا رب.